الشروق، وحمزة حيكون موجود معانا يا جماعة في كم حاجة. هو في الصباحات بيكون متوفر، وبرضه جاب لنا حاجة جميلة جدا. بيكون متوفر، ما نقدر نطمن المشاهد. يا حمزة قاعد، لازم أوريه إنه حمزة حيكون موجود وقاعد. وفي حرف ولون ونغم، أنا دايرة أعرف من أستاذ فؤاد كيف جات التشكيلة بتاعت حرف ولون ونغم، وليه ذاته سر الاسم والجمال ده، وحمزة ظهر فيه بإطلالة أجمل. شكرا يا حمزة. شكرا، كتر خيرك. هو حرف ولون ونغم، هي أول حاجة التحية للأستاذ محمد عكاشة. وهو في رحلة بتاعت استشفاء، ربنا يرده بالسلامة في قاهرة المعز. هو صاحب الفكرة وهو منتج البرنامج. والمقصود من دلالات الاسم اللي هو الحرف اللي هو متعلق بالكتابة اللي هو الشعر بالتحديد، والنغم هو مفروض دلالته واضحة أكثر اللي عنده علاقة بالتنغيم والمنتج الترنيمي. واللون هو دلالات التشكيل يعني بشكل كبير. فبالتالي واضح انه هو البرنامج مشتغل على الثلاثه مؤشرات دي بشكل رئيسي. والبرنامج هو سهره خفيفه، يمكن حمزه حيطلع فيه بشكل مختلف غير الناس اللي شافوه عليه، اللي هي البرامج المباشره وكذا. وتفاصيل زي دي هيجي عبر سهرات، يعني ثاني اطلالته حتكون صباح ومساء، فدي بتبقى برضو شكل جديد ومختلف. وتقديم هو حيقدم تجربه جديده بالنسبه له، والتجربه دي حيصير فيها بشكل مختلف غير الشكل اللي هسه قاعدين نشوفه بيه. يعني لان نشوف حمزه انا متحافظ على فكره بالكلام الجميل الصراحه. هو ثالوث البرامج مباشره، وهو اضافه على كلام استاذ فؤاد، هو ثالوث متكامل غير منقطع. يعني لما نتكلم حتى على مستوى الاغاني، اللحن والاداء والكلمه، هم بيشكلوا الثالوث المتكامل حتى انه تطلع الاغنيه بالنسبه للمشاهد او المتلقي. فبالتالي حرف ولون ونغم هو ثالوث متكامل. حناخد رحله كده. كيف يا انا احساس هو مؤانسه اكثر بالجمال والغنى هو مؤانسه بالنسبه للضيوف الموجودين، يعني تجاربهم ممتده وعطائهم الكبير. بنحاول نقطر تجاربهم دي عشان ما تكون فضفاضه، يعني بمعاني معينه نحاول نجيب في جوانب معينه في حياتهم عشان نبرزها للمشاهد. فكانت تجربه لطيفه.